انت بتعرفي انه ما حدا بيحبني بهذا البيت، الكل مفكرين اني عم خطط لشي، بس القصة ما انا هيك. صدقيني انا تغيرت كتير. بتعرفي شغلة؟ انا ما عندي ولا حتى رفيقة وحدة بهالبيت. ما بعرف ليش عندي احساس بهالشي، يمكن انت تصيري رفيقتي. طيب اذا كنتي مصرة انا رح اخذ الهدية، انا موافقة. يسلموا. بس وعديني ما تقولي لحدا. ايه لا اكيد انا ما رح اقول لحدا بنوب هالشي، هاد رح يضل سر بيناتنا نحنا. ايه ماشي. بتعرفي شغلة؟ كنت حابة انه بعرس اسد وزويا فاجئون وقدم لهم هدية، بس شو بدي اعمل؟ هن الاثنين ما عزموني.